اليابان احتفلت منذ عدة سنوات بمحو أمية آخر فرد أمي في التعامل مع الحاسب الآلي، ونحن ما زلنا نعاني من أمية غالبية الشعب المصري في القراءة والكتابة. ولذلك أقامت مؤسسة مصر الخير مبادرة لمحو الأمية على مستوى محافظات مصر المختلفة. زي ما حضراتكم عارفين ان نسبة الأمية في مصر مرتفعة جدا، ويعني عيب قوي ان احنا مصر بقيمتها وتاريخها ان يكون فيها هذا الرقم من الأميين. احنا بنستهدف إتاحة فرص تعليمية ل 52 ألف من الأميين في محافظات الصعيد. وليه محافظات الصعيد؟ لان هي بصراحة هي الأعلى في نسبة الأمية خاصة بين الإناث، وبالتالي احنا كل تركيزنا حاليا من القاهرة إلى أسوان. بنشتغل في مع 11 منظمة من منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار و200 جمعية قاعدية بنشغل في محافظات الصعيد. الحمد لله قدرنا ان احنا يكون عندنا دلوقتي جوه الفصول 52 ألف دارس. نتمنى طبعا ان احنا نمحو أمية هذا الرقم يعني، ونتمنى ان شاء الله ويمكن بدعو من خلالكم منظمات المجتمع الأخرى ان هي تشارك في هذه القضية، لانه قضية محو الأمية هي قضية مجتمعية، مش بس مسؤولية هيئة تعليم الكبار ولا جهة بعينها، ولكن هي مسؤولية كل المجتمع. لابد من ان احنا نتكاتف مع بعض لانه بحيث ان احنا نمحو هذا العدد من الاميين ونحتفل مع بعض بمحو امية اخر شخص امي ان شاء الله. يعني بصراحة استفدت حاجات كتير قوي من نحو الامية دي، ان انا اتعلم وعلم اولادي، وكمان انا بشتغل وببيع واشتري ولازم اكون فاهم اللي انا بعمله ايه بالظبط، لازم اقرا واكتب عشان اعرف الحاجه اللي في ايدي ازاي. استفدت كتير، اتعلمت وما كنتش بعرف حاجه خالص، اتعلمت اكتب اسمي واسم اولادي واي كلمه تيجي قدامي يعني بقراها وكده، وتعليم حلو يعني مش وحش. هذه المناهج السته التي وضعت لاخراج الناس من حاجه الاميه الى التعلم للكبار، والكبار محددة من 14 سنة إلى 40 سنة، ولكن هناك حالات نادرة تقدمت ابن 60 وابن 70، وهذا يدل على همة ويدل على أهمية لهذا الحال. مع مؤسسة مصر الخير هذه المبادرة تتم مع وزارة التربية والتعليم وهيئة تعليم الكبار، بدأت وستستمر إن شاء الله خلال الشهور القادمة حتى تنتهي تقريبا في مايو من العام القادم، وأرجو أن يتمكن أكبر عدد ممكن من الملتحقين بهذه الفصول من النجاح والحصول على شهادة محو الأمية. لكن هذه المبادرة الأخرى المهمة التي نتعاون فيها مع مؤسسة مصر الخير هي دعم هذه المؤسسة لكيان جديد يمثل نموذج أرجو أن ينجح إن شاء الله في تطوير التعليم في مصر، وهي مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا التي بدأت دراسة في هذا العام في منطقة المدينة الكونية. العلم نور، وفي كتير من النماذج المصرية حابة أنها تتعلم وتكون عناصر فعالة ومشاركة في المجتمع المصري. فيا ترى هل من مجيب؟ ياسمين شفيق، نهارك سعيد.